في دري معكم نزار وجينا في فيديو جديد اليوم عندنا واحد الانبوكسين خفيف وظريف غنشوفوا واحد بلوتوث سبيكر في نفس الوقت الارم في نفس الوقت ديسبلاي تقدر تافيشي فيه اللي بغيتيك وكيتكونيكت عليك مع التليفون غنشوفوا هذا الايتم كامل بلي زوبسيون اللي فيه وبكل شيء ثم فقط فرعونا لايك خفيف وتابوناو اذا كنتم مابونيش وفولوني في انستغرام نزار شوش كامل العاده ودابا غنكملوا الانبوكسين ديالنا دوك عندنا البلوتوث سبيكر فيه الديسبلاي فيه تقدر تافيشي اي حاجه بغيتي ريترو ستايل اولا تعمل الارم اولا تعملو ديزاين كسيت اب ديالك اولا تعملو ديزاين فشي فيديو يعني فيه بزاف ديال لي زوبسيون اللي غنشوفوهم اليوم وانا واحد الانبوكسين خفيف ديالو دونك هي سهله سي اس جو نايف اتس ايزي بيزي دونك الانبوكسين ما كنظنش غيكون صعب جدا اها هيا بينا اوف اوكي سيمبل ما فيش شي حاجه اللي صعيبه تايم بوكس او فيري فيري جود دونك عندنا هنايا هي هذه هو الايتم هنا عندنا كويك جايد دونك هذا باش تعلموا اللعيبات هذا تحتاجوا تقراوه صراحه تقرا مزيان خصو يتقرا حيت تحتاج انكم تعرفوا هادشي لاش كيصلح وكيفاش كيستعملوه هنا يكون عندنا واقيلا شي كابل يو اس بي بغيت نقرا عليه شي حاجه بغيت نشوف هاد الايتم هذا علاش كيصلح شني فيه دونك عندنا يو اس بي تايب سي يو اس بي العادي دونك مزيان خيره تايب سي ولا بده يكون مهم هنا شي لعيبه ديال الموديلز الى غير ذلك اوكي اجي هنا اجي انت هنا دابا غنشوفوا هاد الايتم دونك باكاجين مزيان هاد الايتم جاني من الشركه وقلت نجربه علاش لا نشوفوا كيفاش عامل كنظن يعجبكم بزاف هنا عندنا سبيكر هنا عندنا لي بوتون باش تحكموا في البلوتوث سبيكر ديالكم هنا سبيكر فين كيخرج الصوت هنا الباور باتن وهنا ليد ديسبلاي دونك غنشوفوا هادشي كامل هنا عندنا الكتابه ديال ديفوم غنجيبوا التليفون نكونيكتيوه نشوفوا واش فيه شي ضو واش فيه شي باتري ولا لا ونرجعوا لعندكم اذا الشباب اول حاجه نعملو هو نشوفو البوكس اش كيقولو لنا في هذا البوكس دونك البوكس كما كتشوفو عاملين مكانه في ريترو ستايل قال لك بيتر ان ايفيتين شنو كيقول لك اخر عندنا 256 ليد 6 الواط ديال بالنسبه للاوديو دونك ماشي شي قوه اللي هي كبيره بزاف عندنا 16 مليون كولورز يعني ار جي بي اي كولور بغيتيها تعملو اونلاين بيكسل ارت يعني تقدر تمشي للانترنت تيليشارجي الارت اللي بغيتي الديزاينات اللي بغيتي وداكشي اللي غنشوفو حنا بالتليفون وتقدر تعمل له الارم عاديه بحال اي حاجه اخرى غنشوفوها هو بالنسبه لهاد الجهه هاد الاتجاه هذا عندنا المش يعني عندنا واحد الحديده اللي كيخرج منها الباف دونك هاد البيفان هادي هاد الكري هادي تحت عندنا يو اس بي تايب سي ياكو هاد الجهه عندنا باور باتن هاد الجهه عندنا البوطونيس ديال التحكم دونك عندنا بلاي هنا فوليوم ناقص فوليوم زائد هاد لوبسيون قيل كيبدلوا بها تيب ديال الليد وهذا الضوء يعني شحال الضوء دي بالنسبه للليكرون ديالك وهنا فقط التسميه ديال الماركه صافي شباب دونك غندوزو نشوفو نفتحو هذا بعدا نزولو له هاد اللعيبه ديالو نايس 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 داكشي كاليتي واعره باش عجبتني انا هو ما كاينش البوردور يعني عندنا واحد البوردور رقيقه بزاف نبلاي ونشوفو واش فيه شي فيه شي ضو ولا ما فيهش ودابا غنشوفوا البارتي اللي مهمه بزاف غنشوفوا لي زوبسيون اللي فيه كاملين الايتمز اللي فيه كاملين الكوستوميزاسيون اللي فيه ها داكشي هو داكشي الشانطان تطلع فوقاش ما بغيتي كتعمل مثلا كولوريس فوالا يا با دو بروبليم زعما كاينه واحد الكوستوميزاسيون اللي واعره بزاف نعملوا مثلا هذا السيد كيتمشى ها هما كيما كتشوفوا هادي ما كاين ني صوت ما كاين والو ياك هاك هي كتقصر دابا الديسبلاي شنو يتعمل فيه يعني تقدر مثلا تعملو غير ديكور وتعمل فيه الديسبلاي ديالك كيما بغيتي دونك هذا راه بلوتوث سبيكرز عندك ديسبلاي وعندك الارم وفيه دي زوبسيون اخرين حنا نشوفو كل اوبسيون بوحديتها اول حاجه هذا تقدر تشعل فيه اي حاجه بغيتي كموسيقى وافيشي لك مثلا غنمشي لهنا غنمشي لسبوتيفاي ونطلق مثلا بودكاست خفافي اهو نقدر نزيد الصوت بالتليفون من هنا دونك هنا كيتزاد او كينقص دونك هذا واحد البودكاست ديال جو روغن صحكم تفرجوا له دونك هو خدام نقدر في نفس الوقت افيشيه نعمل شي حاجه اللي ماشيه مزيان مع ديك الشيء اللي كيهضروا عليه نقدر مثلا نعمل اي ديزاين تقدر تشوف كارديه تقدر تكري انتينا ديالك راسك دونك حنا مثلا قلنا مع
مع ان نعملش بودكاست نعمل موسيقى، نقدر نعمل موسيقى لايك ات سونغز. ها هي كاتك سميه ديالها ما بزاف كاتك سميه ديالها باش ما يفرعناش الكوبي رايت ما امبليوهاش بزاف دونك صافي. حاجه اخرى دونك كتشوفوا الغابيديتي ديالها، ولكن المهمه هي اللي عجبتني بزاف هي لابليكاسيون. لابليكاسيون فيها بزاف لي زوبسيون. لوبسيون الاولى اللي عندنا هي الموسيقى، يعني ما تقدر عندهم واحد ليستا ديال الراديوس اللي عندنا هنا، ليستا اللي منوعه مثلا دونك عندك واحد دانس الراديو، عندك الروك بغيتي تسمع الروك. دابا خصنا شي هضره باش نقدروا نوريكم الصوت ديالو. سمع الصوت، الصوت مجهد، الصوت مجهد، الصوت مجهد، هذا هو الاهم. واخا ماشي زعما شي صوت اللي هو ديتاي، الصوت اللي هو قوي فهمتي، ماشي ديتاي ولكن الصوت اللي هو قوي. غنشوفوا حاجات اخرين عاوتاني شنو عندنا هنا. غنمشيو لهنا مثلا غنختاروا عاوتاني هيدا ديزاين اخر، نوريكم ديزاينات كاملين ان شاء الله. ها هما كل شيء موجود هنا، عندك هذا هذا، دونك هادو كيمشيو على حسب الموسيقى اللي كتبلايا. كاين جميع الكولورس اللي بغيتو ار جي بي نو ار جي بي اللي بغيتو كاين صراحه مزيان كيجي في السيتوب. اذا كانت شي سيتوب ولا شي حاجه يجي معها، او يكون كبلوتوت سبيكر مثلا تديه معاك خارج مسافر ولا شي حاجه تقدر تبلي فيها الموسيقى ويفيزواليزيك الامر. كتزيد له شويه الصوت صافي وكتخليه مسكين كيشطح بوحدي. ديسكوفر اذا بغيتي مثلا نشوفو جيم، نلعب جيم، دونك هنا عندنا التيك تيتريس، بيكسل شوت، بيكسل دانس، ماجيكان بوكس. غنشوفو حنا هاد تيتريس كيفاش عامله. جو، دونك هادي تيتريس هي خدامه نورمالمون كتحكم بها من الفوق بلوس، وانا كنتحكمو بها عادي. ها هي الطاقة هابز ديك شي حاجه صراحه. ما عرفتش واش نقدر نتحكم بها هيدا ولا ما كتحكمش هيدا بها. نو نو صافا كتحكم بها غير بالبوطونيس. اوكي حيت هنا عامل لي بوش روتايت ذا بلوك او لا روتايت موف ذا بلوك، ما كاينش لعيبات هنايا. الارم اذا بغيتي تعملو كوم الارم دونك كتعمل له الارم ديالو هنا وكتافيشها لك هنا. شنو كاين اخر؟ نحاول ندوزكم على كل شيء. هنا الميكسر، او هذا وقيله كتختار انتينا كتعدل الديسكو ديالك كنظن على ما اظن. هنا نكليكيو هيدا وهيدا ونعملو ريكورد. شي حاجه اخرى فويس مسج سليب ستوب واتش، اذا بغيتي تعمل ستوب واتش ديالك ستارت ستوب ستارت. ها هي ستارت دونك انا بلي سكوند ريسيت رجع بحالك اوكي صافي. داك هادو كنظن ستارت تايم. هادي اذا بغيتي تعمل مثلا تحسب واحد الكونت داون واحد اخر اي واحد بغاه. صافي كنظن كلشي كان هو هذاك، تيستينا كلشي شفنا كلشي. تقدر تخلي الميتيو دونك هذا خصها يتكونيكتا مع يشوف لك اللوكاسيون ديالك ويعطيك الميتيو ديالك. هنا بيكسل كولورين كتعدل المود ديالك كتختار اللي بغيتي. غنشوفو شنو كاين اخر ما شناهشي. شفنا التشانل، التشانل عاوتاني كتختار التشانل اللي بغيتي، ها هما كاملين هنا وكتكستوميزيه على حسب الكولوريس اللي باغي انت. شنو كاين اخر بحال دابا انتم كتشوفوا كنبدل الفاني ديالها هو. المهم صراحه فيه بزاف ديال بزاف ديال لي زوبسيون اللي ما نقدرش انا كاملين ندوزهم لكم هنا في الفيديو. وانا بالنسبه لي اللي كيجيني احسن استعمال ديالو هو كبلوتوت سبيكر، تديه معك في اي بلاصه بغيتي. وثاني احسن استعمال هو يكون ديزاين عندك في السيتوب ولا ديزاين في استوديو ولا في شي فيديو. دونك هذا يكون بزاف في الفيديوهات اللي غيكونوا من بعد، غتلقاوه دائما كيبان جالس في شي قنيته. صافي الشباب دونك ندوزو للخاتمه الخفيفه. اذا الشباب سالينا هذا الفيديو شنو البلوتوت سبيكر. دونك عندنا ديسبلاي عادي، عندنا ديسبلاي كوستوميزي كيما شفنا، ديزاينات الانفيني اختار الديزاينات اللي بغيتي. دونك كنظن ما لقيتش صراحه شي ديفول اللي نقدر نلقى على هذا. بيان سور اذا كنتو باغيين هذا ما تشريوهاش، اذا كنتو كتقلبوا على ذا بيست ساوند كواليتي هذا تقلب تشريوه. اذا كنتو باغي شي حاجه اللي تكون ديزاين مزيون يقدر عنده بزاف ديال الاستعمالات وفي نفس الوقت فيه واحد الليد اللي كيتافيشا بواحد الكاليتي مزيانه. بيان سور القوه ديال الفوليوم واعره، ولكن القوه ديال الديتاي ديال الساوند ماشي تنتماك. ولكن ك مثلا كنتي كتصنت الراديو او لا كتصنت موسيقى في واحد لونفيرونمون اللي فيها صداع هذا يصلح لك فهمتي، يعني مع الصداع مع الفوليوم هذا اللي غيكون قوي غيخرج الموسيقى تخرج مزيانه.
وفي نسبة للديزاين ديال الليد صراحة كاليتي توب. انتوما كتشوف الليد مخير. انا بالنسبة لي ليه ما نستعملوش كبلوتوث سبيكر، نستعملو مثلا بعد المرات اذا تصنت على شي بودكاست، نقدر نكون هنا في البيت كنخدم شي حاجة نعملو كبودكاست، مسافر مع شي واحد نعملو نصنت الموسيقى ديالي في الطوموبيل كنسوق شي حاجة، ما عندوش شي واحد الراديو بواحد الفوليوم مزيان نقدر نعملو. دونك كاين دي زوبسيون اللي خفاف وظراف بالنسبة لهاد البلوتوث سبيكر، وكاين دي زوبسيون اللي نقدر انا نكون ما هضرتش عليهم ولكن تقدروا تشوفوهم في السيت ديالهم واللعيبات. صافي شباب، دونك هذا كان اكتشاف طفيف وظريف وخفيف، وبالنسبه للدراري اللي بغاو يشريوا دونك هذا ما كاينش في السطور ديالي، ولكن انا نزل لكم ليانات في الديسكريبشن تحت، واختروا 3 ولا 4 ليانات نعمل لكم منين تشريوها بالنسبه للدراري اللي باغيين يشريوها. صافي، يلا بحال دائما دعمونا بلايك وسبسكرايب وكومنت باش نبقاو نجيبوا لكم دائما البي اس الحار البي اس الجديد، ودعم ديالكم مزيان بحال دائما. نخليكم فولوين في انستغرام نزار شوز او لا في يوتيوب كليكيو على سبسكرايب ودعمونا بلايك ودعمونا بكومنت من تحت. يلا نخليكم فيديو في المشين، تهلاو، بيس.